تقول ايه للزمالك بعد ما كسب كاس مصر امبارح؟ بقول لهم مبروك تمام ويا ريت تستمروا على كده، ما انا مش مقتنع ان هم يستمروا بالاداء ده. بحس ان الزمالك عامل زي المنتخب المصري، يعني في نفسه قصير كده ما بيطولش، يعني يبدا اول الدوري يركب وبعد كده يمشي كويس، بعد كده هوب ينزل 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 يروح الدوري منه، لكن في الكاس ماتش بماتش بماتش بيخش لنفسه في النهائي ياخد الكاس. لو استمر الزمالك على كده يعني مستوى الكره عندنا هيعلى. بيراميدز كانش عامل اي حاجه، هو كان شاطر بس الشوط بتاع الاهلي ويجي قدام الزمالك وينخ. الزمالك رايح جاي عمال يدخل في جوان ليه يعني؟ الف مبروك الكاس 27، فاضل له 9 تقريبا ويجيب رقم الاهلي، عاد رقم الاهلي. اه ماتش الزمالك عايز تحصيل حاصل، ده ماتش كاس يعني عندنا منه كتير، احنا 37. 3-0 نتيجه حلوه جدا. يعني كان بيلعب قدام فرقه يعني ممكن تغلب الزمالك. اتمنى ان يكون بس يعني في استمرار بالمستوى وإن... احساس جميل انك تبقى كسبان بيراميدز، احساس في ناس مش عارفه تشوفه لحد دلوقتي. مبروك لنادي الزمالك، لعبوا برجوله وده اللي بينقص اللعيبه بتاعت الاهلي الحلوين الامامير. الماتش دوت بتاع المدرب بتاع الزمالك كان يعني خطته كويسه، وكان يعني راجل فاهم الكوره كويس، التشكيله بتاعته وشخصيته كانت في الملعب، غير في اسلوب لعب الزمالك جامد بصراحه، يعني مستوى فعلا يعني الراجل بيفكر في تغييراته حتى وفي اسلوب طريقه لعبه. عجبنا اثبات ان هو امبارح ان هو مدرب محترم للامانه، لان لعب بخطه امبارح كتف في البيراميدز كل بليله.